طاف عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما بالبيت الحرام فرأى رجلا فكأنه استقل شأنه لبعض أمور أنكرها عليه، فقال له عثمان: يا هذا أين الله؟ فقال: يا عثمان إن ربك لبالمرصاد. فارتجفت فرائص عثمان رضي الله عنه وما أبلغها من موعظة إلى الكانزين، ما أبلغها من موعظة إلى الأنانيين، ما أبلغها من موعظة إلى المفسدين: إن ربك لبالمرصاد، اعمل ما شئت، فكما تدين تدان، قدم شهدا وعسلا أو مرا وحنظلا، من الذي تقدمه سوف تعانيه وتأكله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن خيرا فخير تجد في نفسك وولدك وأهلك ومالك وحيك ومجتمعك وأمتك، وإن شرا تجد في نفسك ومالك وولدك وحيك ومجتمعك وأمتك. فعودوا إلى الله عباد الله، عش من أجل أن تكون مصلحا، عش من أجل أن تكون قائما على غيرك، قائما على إصلاح، قائما على تقويم، قائما على أمره ونهيه، قائما على إشباعه من جوعه وإغنائه من فقره وإصحاحه من مرضه. صار المريض يعاني مرضه، والفقير يعاني فقره، والمظلوم يعاني ظلمه، وأين المصلحون؟ أين الماذلون؟ أين المتقون؟ أين الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر بأموالهم وتجاراتهم ومراكزهم وأحلامهم وأموالهم؟ يشغلون وينعمون، والله رب العالمين لهم جميعا بالمرصاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.